إذا جاء في كتاب والسنة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، فدبر الصلاة أصلا دبر الشيء يطلق ويراد به مؤخرة الشيء، ويراد دبر الشيء يعني بعد الشيء، كما لو قيل دبر الدابة يعني مؤخرتها، ودبر اليوم دبر الليلة يعني بعده. فما الضابط في دبر الصلاة؟ قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا كان ورد في دبر الصلاة دعاء فيكون في آخرها يعني قبل السلام، وإذا كان ذكر دبر الصلاة وقال ذكر كذا كذا دبر الصلاة، فالذكر دبر الصلاة يعني بعدها. فما كان من دعاء دبر الصلاة يعني قبل السلام، وما كان من ذكر دبر الصلاة يعني بعد السلام. واضح؟ إذا دعاء دبر الصلاة يعني قبل السلام آخرها، وإذا ذكر دبر الصلاة يعني بعد السلام بعد الصلاة. وعليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى تقوله يعني دبر الصلاة يعني قبل السلام؟ لماذا؟ لأنه دعاء، وهذا هو المناسب، لأنك أنت تريد أن تسأل الله وأنت ما زلت بين يديه، فاسأله حاجتك. لماذا إذا انصرفت من الصلاة دعوت؟ ادعو أنت في الصلاة، فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والملفت في النظر بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه يحب معاذ ثم يعلمه هذا الدعاء. بالله عليكم، دعاء مختصر مثل هذا جامع، أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحب معاذ وعلمه، كيف تفوته على نفسك؟ من قاله لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل قبل أن يقول أقسم أنه يحب معاذ ثم أوصى بالوصية؟ هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي يحبه، وهو من علماء الصحابة، شاب كان ذكيا كان واعيا، كان رسولا لرسول الله أرسله لليمن من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من معرفته على قدرته على حمل العلم وتبليغه، أرسله إلى قوم أهل الكتاب عندهم علم، فيقول: والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أعانه الله على ذكره وشكره وحسن عبادته فما بقي؟ فما فاته؟ إذا أعانك الله على ذكره وكنت مع الله إذا ذكرت الله، وعلى شكره لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلى حسن عبادته وما خلقت إلا لعبادته، ماذا فاتك؟ فما أحوجنا إلى هذا الدعاء؟ وكم منا ومن غير من يفرط فيه، وهو مختصر جامع. وأنت والله الذي لا إله إلا لم يعنك الله أنت مخذول، ما يمكن أن تسبح إلا تسبيح إلا بعون من الله. فلا تدعه يا عبد الله قبل أن تسلم في كل صلاة نافلة فريضة، قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.